السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نشارك معكم حنشات 12 بثلاثة مورقين بالورقة ديال البسطيلة، زوينين بزاف، كيجيو مقرمشين وهشاش ولدات بزاف. الحشوة غادي تكون بدون لحوم، ولكن غادي تكون بواحد المكون اللي غيعطيها لذة، يعني حسن من اللحم، كتجي رائعة وزوينة بزاف. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير. الا كنتوا اول مرة شفتوا القناة وعجبتكم اشتركوا مع تفعيل الجرس باش دائما تبقاو تواصلوا بالجديد. الا عجبكم الفيديو ديالي خليوا لي لايك وشاركوا الفيديو مع ناسكم واحبابكم باش تعم الفائدة. ونمشيو للمقادير. عندي هنا واحد جوج ديال الجزرات شوية كبارين، انا طحنتهم هكا ارقاق، ممكن لكم تحكوهم. وعندي هنا واحد جوج ديال البصلات حتى هما اللي مقطعين هكا رقاق، خاصهم يكونوا رقاق ويكونوا كتار. فواحد المقله وطبيعه الحال على النار غادي نحط نصف كاس ديال الزيت وشويه ديال الملحه. هاد الحشوه غادي تكون بلا لحم، ولكن راه غادي تكون فيها واحد اللذه حسن من اللحم وحسن من الدجاج وحسن من الكفته، يعني غادي تكون واحد الحشوه اللي زوينه بزاف، وممكن لكم غادي تعتمدوها في رمضان يعني في الاغلبيه ديال الحشوات او ديال الفطائر. عندي هنا هاد الحارات المزيودات مقطعين هكا رقاق. وبالنسبه للسر اللي قلت لكم هو هذا الشحمه ديال الكلوه اللي غادي نحكها فيها، غير خاصها تكون ما فيها لا ريحه لا حتى حاجه، خاصها تكون جديده وتكون بيضه باش ما دير لكمش الريحه ما مزياناش في الحشوه. غادي نحط ثوم، ممكن لكم ديروا الطريه، وغادي نحط واحد 3 معالق كبار ديال المعدنوس، ممكن لكم حتى هو ديروا الطري. وغادي ندير شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، واحد شويه ديال الكركم، من محتاجوش نكثروا بزاف لان الجزر كتعطينا اللون ديال الكركم. غادي نحاول انني نشحر العناصر مزيان، يعني انا ما درتش التوابل والقزبر حتى بدات كطيح لي ديك البصله والجزر، عاد بديت ندير التوابل. صافي، من بعد ما غادي نخليها طيب هكا شويه غادي نبدي نحك عليها الشحمه. بالنسبه لهاد الشحمه نخليوها حتى نكونوا قربنا نطفيو الحشوه ديالنا، يعني حتى تذوب لينا ديك الجزر وديك البصله مزيان. ومن الاحسن كيف ما قلت لكم تكون الشحمه جديده، ما تكونش فيها شي ريحه ما مزياناش، وتكون ديال الكلوه ديال البقري، باش هكذا تحصلوا على واحد الحشوه اللي كتكون لذيذه بزاف وفي نفس الوقت ما فيها لا ريحه لا حتى شي حاجه. صافي، غادي نخليها غير واحد شويه مازال طيب ديك الشحمه، واحد جوج دقائق ولا. وانا هنايا غادي نحيد واحد جوج معالق كبار غير على حساب الاطفال باش غادي نحط الحار. وانتم اللي ما كانش عندكم الاطفال، يعني كان عندكم غير الناس اللي ياكلوا الحار، هاد الحار حطوه من الاول مع البصله والجزر، ما تستغناوش على الحار في الحشوه، راه كيجي لذيذ بزاف وما كيجيش حار بزاف واخا تكون الفلفله حاره بزاف. صافي، غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد، وغادي نمشيو للعجين ديالنا. عندي هنا ما تستغربوش، ولكن عندي هنا واحد 800 غرام ولا 900 غرام ديال الدقيق الابيض او الفرينه. انا هنايا غادي كيف ما كنقولوا نضرب عصفورين بحجر واحد، يعني نقلا واحد الكميه ندير بها مسمنات، والكميه الثانيه غادي نكمل بها هذا المحنشات ديالنا. عندي هنا الماء، غادي نحط واحد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده على الدقيق ديالي بطبيعه الحال، وغادي نحط واحد زوج ديال المعالق ديال الخل ابيض، ممكن اللي ندير اي خل كان متوفر عندي. غادي نكمل نصف ديال الكاس بالزيت، يعني الكاس درنا فيه جوج ديال المعالق كبار ديال الخل، كملنا النصف ديالو بالزيت، وغادي نكملوا الباقي ديالو بالماء. الماء انا دائما كندير السمن ديالي كنعجنو بالماء دافي، هنا كنوضع شويه ديال الملحه حسب الدقيق اللي عندي، وغادي نخلط شويه وغادي نخوي الخليط ديالي على الدقيق، ونبقى كنجمعو بالماء اللي عندي بحال هكا، يعني ما نحطوش الزيت والخل على الدقيق باش كامل العجين ديالنا يكون فيه دوك العناصر اللي خلطنا في الكاس، يعني مشيناش الخل في جهه والزيت في جهه. المهم انا غادي ندلكها غير واحد نصف دقيقه، ماشي بزاف، دائما البلاستيك هو اللي كيدلك لينا العجينه ديالنا. نتوما الا درتو هذا درتو غير نصف الكميه ديال العجين، روحوا بالمقادير دائما نصف المقادير. غادي نخليها ترتاح واحد نصف ساعه، الساعه فواحد المكان اللي كيكون دافي. من بعد هنا ما ارتاحت غادي نوري لكم كيفاش كتعطينا النتيجه. انا واخا دائما كنوريكم، ولكن كنبغي نوريكم ان البلاستيك كتعطينا واحد النتيجه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي ما شافوش معايا الطريقه ولا كانوا جداد في القناه. غادي نبدي ندير الكرات ديالي بحال هكا، دائما كنعقدهم مزيان من التحت باش كي كنحلهم يجيوني ساهلين. غادي نوضعهم في واحد البلاطو
هاد الثلاثه غادي نديرهم بهم المحنشات، وهاد الزوج غادي نديره بهم المسمنات ديالي. انا ما سجلتهمش معكم في الفيديو، ولكن ان شاء الله مره اخرى في واحد الفيديو جاي غادي ندهن هذا العجين ديالي بالزيت مزيان، وغادي نغطيه وغادي نخليه مره اخرى في مكان دافي، يا اما نصف ساعه ولا ساعه، المهم شحال ما ارتاحوا غادي يعطيونا نتيجه مزيانه. عندي الزبده اللي غادي نورق بها والزيت اللي كنحلو بها، غادي نجيب واحد الكره من الكرات الثلاثه اللي غادي نديروا بهم المحنشات ديالنا، وكنبقاو نحلوهم بالزيت، كنحلوهم وكتشوفوا معايا شحال كيتحلو بسهوله وكيتمشى لينا العجين ديالنا. حنا ما دلكناه ما حتى شي حاجه، ولكن دائما البلاستيك هو اللي كيعطيني هاد النتيجه هذه. هذه هي طريقتي من زمان، وانا كنستعين بالبلاستيك باش ما نعي راسي ما حتى حاجه. غادي ندهن الزبده دائما بالطريقه ديال المسمن العاديه بحال هكذا، الزبده كندهنوا بها والزيت كنورقوا بها. نعاود معكم مره اخرى، نحل عاوتاني العجينه ديالي وكنوريكم باش تشوفوا ولا تكتشفوا ان الطريقه ديال البلاستيك كتعطي نتيجه زوينه بزاف، بلا ما تبقاي دلكي وتزيدي، وبلا ما يعني بلا عجانه بلا حتى حاجه. غادي ندهنها بالزبده وغادي نطويها، كلشي كيعرف يطوي الطيات ديال المسمن، حنا كنشاركوا معكم غير الطريقه والنتيجه. غادي نكملهم وحتى هي غادي نوضحها فوق من الاخرى اللي راني حطاها على الورق ديال الطبخ كيف ما كتشوفوا معايا، وقلبه عليها الورق ونحطها عاوتاني من الفوق، وغادي نحطهم في المجمد واحد 15 دقيقه ولا 10 ديال الدقائق. انا غادي نكمل بنفس الطريقه، حتى غادي نكملهم بثلاثه، وهنا من بعد ما بردوا كيبردوا لينا بسرعه، راه باردين والزبده قابضه راسها، غادي بدي كنحل وانا كنقلب في المسمنه ديالي باش ما تحلش ليا غير من الفوق. كنديو كنحلو هكا باليدين، ومره مره كنديرو المدلاك الا بغينا، الا بغينا نحلوها غير باليد راه ممكن. صافي انا قلبتها حتى من التحت باش غادي تحل ليا كيف ما قلت لكم، حتى من التحت ما تحلش غير من الفوق، وغادي نسرحها على هذا الشكل. هذا الشكل ديال المسمنه كبيره بحال هكذا. غادي نجي للوسط مع واحد القطاعه ديال البيتزا، وغادي نقسمها على زوج، ومن بعد كل نصف نقسمو على زوج اللي هي 2، كيف ما بزاف ديال الدول يقولوا، حنايا المغرب كنقولوا على زوج الدارجه ديالنا. صافي غادي نبدي ندير الحشوه. هذه الحشوه كانت بارده وضعتها في واحد الجيب حلواني اللي كيكون بحال هكا، باش تجيني سهله الخدمه وما تجينيش باش تجي الخدمه نقيه. صافي وغادي نبدي ندير هكا هاد بحال على شكل سيجارات، كنلف العجينه ديالي بحال هاد الشكل، وكنتني على 3 مرات بحال هكا، كنزير الحربوش ديالي مزيان حتى غادي نكملهم كاملين. وكتكتشفوا معايا ان الطريقه ديال المحنشات ساهلين، وهاد الطريقه راه عمليه وكنخدموها وحنا يعني مرتاحين وعاجب لينا الحال. غادي نبدي كنجبدها، راه كتجبد، كنجبدها شويه قبل ما غادي نردها محنشه، وغادي نعطيها الشكل ديال المحنشه ولا الحلزون بحال هكا. ديما القنيت كنردوه لتحت باش تشد لينا المحنشه ديالنا. كنعاود نذكركم انني كنجبدها شويه، ما نخليهاش غير في القوام ديالها، وكنشكل الشكل ديال الحلزون. كنجبدها واحد شويه ماشي بزاف باش ما ترققش ليا حتى تبقى تبان الحشوه وما يجينيش الشكل ديالها زوين، وكنبدي ندير هاد العمليه هادي. بالنسبه لهاد القنات الا ما كانش فيهم الحشوه كنحيدوهم باش ما تجيناش المحنشه ديالنا خاويه. كنجبدوها شويه، ودائما ديك الطيه كنرجعوها لتحت، ما نخليوهاش كتشوف من الفوق. صافي وداك القنيص حتى هو كنرجعوه لتحت. هنا راه كملتهم كاملين. عندي هنا الزيت، هاد الزيت ديال معجون الفلفل الاحمر الحلو، ولكن الا ما كانتش متوفره عندكم ممكن لكم ديروا غير التحميره ولا البابريكا الحمراء، ديروها في الزيت وترقدوها وتصفيوها يعني باش ما تحرقش لكم بالفرن، تبقى غير الزيت، ودهنوا بها الفطائر ديالكم، راه كتعطي واحد اللون وواحد الذوق زوين بزاف الفطائر. وبالنسبه للناس اللي بغاو يوجدوها رمضان يديروا واحد اللتر ديال الزيت فيه واحد 4 ولا 5 ديال المعالق كبار ديال البابريكا الحمراء، وكيخليوها ترقد ويديروها في يصفيوها ويديروها في المبرد، حتى غادي يحتاجوها، غادي يبقاو يحتاجوها مزيان في رمضان. انا هنا كنتقبها هكا بواحد العود باش ما تفرقعش، ودخلتها للفرن درجه الحراره 200 حتى تكرملات على خطره، يعني نار مهيله
باش تعطينا هاد هذا هاد النتيجة هذه. الا طيبناها على نار مجهدة راك غادي تعطينا اللون، ولكن فاش غادي نحلوها ما غاديش نلقاوها مقرمشة وما غاديش تجي زوينة. حنا حاجتنا ان الفطائر ديالنا ولا المحنشة تجي بحال الورقة ديال البسطيلة تماما. مهم طيبتها على نار مهيلة اللي هي 200 حتى حصلت على هاد اللون هذا. انا درت لها المروحة من الفوق ومن تحت، وانتم كل فور وحسب الطياب ديالو. كتلاحظوا معايا وانا خليت لكم الصوت، كتجي زوينه بزاف ديك الحشوه، كتجي بها رائعه وكتجي حاره ما نقولكمش عليها، يعني ماشي حاره بزاف ولكن كياكلها الكبير والصغير. زوينه بزاف، نتمنى ان شاء الله تشاركوها مع ناسكم واحبابكم باش تعمل فائده. الا كنتوا اول مره شفتوا القناه ديالي وعجبتكم اشتركوا مع تفعيل الجرس باش دائما تبقاو تواصلوا بالجديد. وبالنسبه لهاد العجينه هذه راه غادي تحتاجوها وغادي تعتمدوها في رمضان لانها كتكون كبديل للورقه ديال البسطيله. نتمنى تشاركوها مع ناسكم واحبابكم. ما تخرجوا خليوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.